والسلام عليكم واش الخوت، تحيه لكم كاملين، وتحيه للمتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، اكبر تحيه خوتي المغاربه ان شاء الله. اخوان ديالنا كيف العاده، مواضيع جداد، فيديو جداد، محتوى جديد ان شاء الله. اخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا، اللهم بارك، هاد الكرات غادي نفتحوهم ان شاء الله امام اعيون ديالكم وتشوفوا شنو خدينا في هاد الكرات هادو ان شاء الله، وغادي نوريكم بزاف ديال الحوايج. لذلك الاخوان ديالنا قبل ما ندخلوا ان شاء الله ونبداو في المحتوى ان شاء الله، اللي كيزورنا على القناه وباقي جديد ان شاء الله وباقي ما مشتركش، يضغط على زر الاشتراك، يتابونا عندنا ان شاء الله، ويضغط على زر الجرس باش يتوصل اي محتوى جديد او فيديو جديد كيف الاخوان ديالنا اللي متابعينا ان شاء الله على القناه. المهم الاخوان ديالنا نتوكلوا على الله وعلى بركه الله ان شاء الله. اخوان ديالنا وخليونا تما واحد لايك، بومبي لايك، بومبي لايك اخوتي. واش الخوت، ها انتم كتشوفوا معنا اخوتي، غادي نبداو نفتحوا هادشي هذا ان شاء الله، هاد الكريتنات هادو، ونشوفوا شنو فيهم وشنو خدينا ان شاء الله. الاخوان ديالنا كنتمنى ان يعني ان شاء الله المحتوى ديال اليوم ينال اعجابكم ان شاء الله، وغنقول لكم انا السبب علاش خديت هادشي اللي هنا، السبب يعني سبب علاش خديته، يعني الانسان ديالنا ان شاء الله بالملوعين ديالنا الاخوان باش تفهموا كاينه ظروف ان شاء الله. انا اخوتي كاينه ظروف علاش خدينا هادشي هذا، وغادي نشرح لكم كلشي اخوتي، اشرح لكم كلشي باش غادي نبداو. هادي ولا بهادي، هادي ولا بهادي، هادي طويله وهادي قصيره. واخا نبداو اخوتي، نبداو بالقصيره على بركه الله. المهم اخوان ديالنا ما تبخلوش علينا بواحد لايك تما اخوتي، كنحاولوا نشاركوا معكم كل شيء ان شاء الله. المهم افتحوا هذه ونشوفوها، شنو فيها. احنا الاخوان على بركه الله، بسم الله. اقفاص اخوتي، اقفاص، ها هما ان شاء الله. المهم هاد الاقفاص هادو اخوتي بقاو معنا، كملوا معنا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، باش غادي نوريكم الطريقه ديال التركيب، والطريقه صحيحه، طريقه سهله جدا اللي شحال من واحد كيعصبوه بصراحه الاقفاص اللي ما عرفتش تركبوه كيعصبوك شويه، ولكن الاخوان غادي نوريكم كيفاش تركبوا الاقفاص ببساطه ان شاء الله. اعطيونا الراي ديالكم ان شاء الله، خلينا التعليق ديالكم، اعطيونا الراي ديالكم على هاد الاقفاص هادي ان شاء الله. المهم هذا فيه الاقفاص، غنوريكم هذا هو شنو فيه، ما نقول لكم والو ولكن نقول لكم شنو فيه. المهم هذا حيته من هنا، تقريبا هنايا قولوا هنايا كاينين اربعه ديال الاقفاص في هذه البلاصه، في هذه الكرتونه هذه كاينين اربعه ديال الاقفاص، وان شاء الله نوريكم اللوازم اللي كيجيو معاه، اولا عرفتوا شنو باش ما نطولش عليكم، غنوريكم اللوازم دابا اللي كيجيو هنايا. المهم القفص كيجي هو هذا القفص، كيجيو اخوتي كيجيو، انا نوريكم كيجيو العلافات اخوتي، هاد العلافات هادو اللي كتعرفوهم، ها هما، ها هما الاخوان، انا الاخوان العلافات، كلشي الاخوان غادي نشاركوه معكم ان شاء الله، كلشي غادي نشاركوه معكم، وغادي نشاركوا معكم الاخوان بحال اللي قلت لكم حتى الطريقه ديال التركيب. المهم هذا نحطوه هنايا، ثقيل هادشي هذا اخوان ديالنا على بركة الله. نشوفو تا هذا اشنو فيه ان شاء الله، الله يبارك، بسم الله، غنوريكم كلشي الاخوان ان شاء الله.
كنظن انكم سمعتوا الصوت وقيلا عرفتوا شنو كاين هنايا. انا الاخوان وكذلك الاقفاص بالبناء بالخبوزه ان شاء الله. ومازال باقين عندي شي حاجه ديال الخبوزه ان شاء الله اللي ما جاوش في الكراطه. انا الاخوان مبارك. احنا الاخوان الاقفاص تبارك الله زوينين الوقفات الالوان ديال الوقفات. المهم ان شاء الله الاخوان ديالنا دابا غادي نفتح خبوزه من هنا وغادي نحاول يعني نشارك معكم الطريقه ديال التركيب ديال الاقفاص ان شاء الله بطريقه سهله جدا وصحيحه وبكل بساطه. وغنعطيكم بعض النصائح اللي غادي تستافدوا منها ان شاء الله واللي طاحوا بها الاخوان ديالنا. طاحوا فيها ويعني ما كنتمنى ان ما يوقع لكم هذا المشكل هذا ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا تبعوا مازال معنا حتى الاخر. غنحيدوا هذا الشيء وغادي نحطوا واحد القفز وغادي نركبوه وغادي تشوفوا الطريقه ديال التركيب ان شاء الله. يلا الله معنا جو. ها القفص الكادر ديال القفص هو هذا. اول حاجه غادي نبداو بها الاخوان هو اننا غادي نفتحوا القفص بهذه الطريقه هذه. ها هي كما كتشوفوا معنا شنو كنلقاو الاخوان. كنلقاو واحد الشبكه هي اول حاجه كنعملوها. اول حركه هي نفتحوا القفص. ثاني حركه هي ناخذوا هاد الحديده هذه هاد الكرياج ولا هاد الشباك هذا وكنحاولوا نوصلوه حتى القاع ديالو ان شاء الله. ها وهذا الا قدرتوا الاخوان كتجيبوا واحد القط وكنحاولوا نعوجوهم واحد شويه باش كيبقاو مزيرين. هذه واحد الناحيه الاخوان ها هو القفص. هذه الطريقه التركيب ديالو. اول حاجه غادي نجيب ثالث خطوه هي ناخذوا هذا الشباك هذا نحاولوا نعوجوه واحد شويه وغادي نحاولوا عفوا سمحوا لي اخوتي. هادو هي الخطوه التاليه وما هاد كيف ما كتشوفوا معنا. انا نقرب لكم اخوتي باش تفهموا اكثر. كيف ما كتشوفوا معنا هاد الحديده هذه كتركب في هاد البلاصه هذه. ها يا اخوتي بهاد الطريقه كنطلعوها ونهبطوا شويه. ها هي بيض. ها هي الاخوان كذلك الاخوان يعني هذا الجزء هذا نفس الطريقه كندير. كنطلعوا واحد شويه وكنهبطوا باش تجي مزير باش كيدخل مزير. اخوتي انا الاخوان ها هما جوج براس دخلوا مزيرين. المهم الاخوان ديالنا دابا شنو غادي ندير. ثاني حاجه خطوه ها ثاني خطوه الخطوه التاليه يا جورج هي هاد القطعه هادي الاخوان. مين كنحاولوا ندخلوها ندخلوها من المنطقه الاماميه يا هادي. ها هي اخي الاخوان ديالنا ها احنا هايدا كنحاولوا ندخلوها ونعليوها شويه للفوق. نعليو الفوق الاخوان قوموا يعني بالدفع ديال الجهه العلويه باش تدخل بسهوله ومن بعد كطيح. هايا خوت من بعد هايا كطيح عادي اللي كطيح بلاصتها. ثاني حاجه الاخوان كناخذوا هذا الوعاء ديال البلاستيك يعني طاسه ديال البلاستيك هذه اللي كيكون فيها البزق ديال الطيور والماكله ديال الطيور اللي كطيح. كناخذوا مين كنعملوها الاخوان كنجيبوها تحت ديك الشبكه اللي عندنا هذه كاع ما كتحتاجش الشرح الاخوان. ها هي كاع ما كتحتاجش الشرح. ها احنا الاخوان ثاني حاجه كنشوفوا هنايا كاين واحد القفل اخوتي ها هو واحد القفل ها هو هذا فين كيكون هذا دائما كيكون هنا. انا هذه الخطوه نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا دابا باش دابا اللي خدا القفوزه ما يتلفش. شحال من واحد الاخوان كيبغي يعرف الدور ديال هاد الاخوان ديالنا. شحال واحد ما عرفش الدور ديال هادي شناهي. الدور ديال هادي الاخوان ما كتخليش هاد الشبكه وهنا هاد الوعاء هذا يخرج لان بعض الطيور بلي كتقطر فوسط القفص وكتقطنقز
اش كيوقع؟ كيدير اهتزاز ديال الشبكه والوعاء وكيطيح لك الوعاء وكيهربوا لك الفرن. هذا هو اول حل كنديروا، كنزيروها بهذه الطريقه. ثاني حاجه اخوتي هو وضع الغطاء للقفص، لا تنجي لهنا باش تشوفوا كل شيء مزيان. وضع الغطاء للقفص، احنا اخوتي ندوروا لكم القفص. وضع الغطاء للقفص، ها الغطاء، ها هو القفص اخوتي، ها هو القفص. دابا الاخوان ديالنا نقوموا يعني باش نديروا هاد العلافات بلاصتهم. ها هما هذا في جهة الاتجاه وهذا في الاتجاه. كذا وهكذا وهذا كذلك هكذا وهذا كذلك الإخوان هكذا الإخوان. وكنجيبوا العازل، يعني العازل اللي كيكون بين الطرفين وهذا العازل الإخوان، ها هو العازل الأول العازل الثاني العازل ديال الكرياج وهذا العازل هذا. كندخلوا هذا العازل هذا الإخوان، ها حنا الإخوان ديالنا القفص، ها هو دابا واجد، ها حنا الإخوان ها هو القفص واجد. ها حنا أخوتي مكرهناش ناخدو شي حاجة كتر كاع، ولكن الإنسان كياخد على قد المستطاع ديالو إن شاء الله. توفيق الجميع، توفيق لجميع المنتجين إن شاء الله، وتحية للجميع إن شاء الله، واللي دار شي خطوة الله يكمل عليه بالخير. تحية لكم أخوتي، وكان معكم أخوكم مصعب فلوق، وشكرا، تهلاو لنا فرصكم.